الأولى من القسم الثاني، على يمينك نادي الكويت، على يسارك كاظم، والبداية ونقول بسم الله. عبد العزيز داوود ماشية مع داوود، الله صالح الفاضل، صالح الفاضل يفاجئهم بكرة حلوة، وكاظم يتقدم بهدف، كاظم يتقدم بهدف. إذا هدف أول، مكانها والله حلو. لعبة جول، غليرمي خطير 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 بشماله من الكرات الثابتة، جول للكويت. عبد الرحمن الطويل، لعبة سريعة، رفعين أصدها، جول الله 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 الله. الكويت في الثواني الأخيرة يتقدم 2-1، الكويت في الثواني الأخيرة، والكرة المنافسة الشريفة ما بينهم، كرة منقولة الآن، انطلاق نادي الكويت والمحاولة لداوود بالعودها في الجول، لكن يقول جول يقول جول يقول جول يقول جول. الحكم الثاني الأول من الآن اللي غير مكانه عبد العزيز جاسم يقرر ان ماذا؟ ثلاثة صاحب الهدفين الطويل، يا سلام حلوة بالكعب، وهذه محاولة لنادي الكويت، ومرة ثانية ربعين تنقطع، وساشا هو الجول، ما يطوف فرصة، ساشا ما يطوف فرصة، جول لكاظم حلو. شوف 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 على الغائم هناك الايسر داخل المرمى، داخل المرمى هدف، يلعب قبل ما تطلع ركنية، يلعبها مرتدة الآن داوود، الله ما يرحم عبد العزيز داوود، ما يرحم أمام المرمى عبد العزيز داوود. شوف على قوتها، على قوتها، الحارس الأجنبي طالعها إلى صالح، بيحاول صالح لعبها لي فابتة، ولا زالت مقطوعة، وعلى الجول كملها بالخامس عبد الرحمن الطويل، ولعب كرة طويلة على المرمى الطويل الطويل من منطقة مرمى فريقه، وانقطعت الى ساشا ويشوت، جول الله 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 الله. فارسي امام المرمى، الفارسي امام المرمى يخلص الى 6-3، 6-3 هي نتيجة سهلة. لعب الكويت، وهذه كرة خلاص خلاص خلاص، المباراة كويتية، المباراة